نظم قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية احتفالية للأمهات السجينات بمناسبة عيد الأم بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات. سجينات ولكن بدرجة أمهات، يحتفي بهم قطاع السجون بمناسبة عيد الأم بحضور عدد كبير من الفنانين والفنانات الذين فضلوا الاحتفال معهم بهذه المناسبة لرسم مثل هذه اللوحة من السعادة على وجوههم ووجوه أطفالهم. يوم حقيقي حلو، يوم إنك أنت تفرح كل أم في عيد الأم، وكل أم ماسكة ابنها وفرحانة بيه، وإنهم يعملوا لهم زيارة مخصوص، ده في حد ذاته شيء جميل جدا. كله جاي يحتفل، كله جاي يؤدي واجبه، كله فرحان وبيشارك مشاركة اجتماعية. عندنا سيدات المجتمع المصري المشاركين والجامعات الأهلية موجودين. الحمد لله يوم طيب ويوم جميل. ليس أفضل من عيد الأم مناسبة أخرى لتلتقي هذه الأم بطفلتها التي لم ترها منذ عامين، فقد لبى قطاع السجون طلبها لرؤيتها حتى تكتمل الفرحة. من سنتين روحت بلدنا سجني، ما شفتهاش من سنتين، أما طلبت أشوفها. ربنا يخليهم يعفو عنيهم يا رب. كانوا هيجيبوها لي هناك، وبعد كده قالوا لا ما ينفعش تعالي لها انت، وجابوا زياره لي. الحمد لله الحمد لله شفتها، والحمد لله النهارده اسعد يوم في حياتي اني شفت بنتي وحضنتها من تاني. فقرات غنائية قدمها الفنانون وتفاعل معها الحضور، ومشاركة غنائية من عدد من السجينات جو أضفى البهجة على المناسبة التي يحرص قطاع السجون على إحيائها سنويا في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالسجناء ورعايتهم اجتماعيا وصحيا. احتفالات لم تقتصر على السجينات بل امتدت أيضا إلى المفرج عنهم وأهالي السجناء، حيث أقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة احتفالية عيد الأم لهم تجسدت في هدايا عينية قدمت للمفرج عنهم وأسر المسجونين. بنقيم حفل بنحتفل به بأسر المسجونين والمفرج عنهم، فموجود معنا حوالي من 110 أسرة، أمهات كلهم موجودين، وبنقدم لهم الهدايا التقليدية وبعض المساعدات اللي هم عايزين فيها. ثالث سنة يتصلوا بنا في عيد الأم وبيجيبوا لنا هدايا وبيساعدونا وبيعملوا بحث للي عايز يتساعد واللي عايز حاجة يجيبوها له.